حابب برضو اناقش مع حضراتكم خبر اخر وهو المتعلق بحياه كريمه. حياه كريمه هي دعوه، هي حمله اطلقتها الدوله المصريه عشان توفير حياه افضل للمصريين، خصوصا الناس اللي عانت لفتره طويله جدا من السكن الادمي، من حقها ابسط حقوقها الادميه، يعني ان هو يعيش في مكان ادمي، في حياه ادميه، سقف او بيت ليه سقف، ليه باب، ليه شباك، يقيه من البرد، يقيه من المخاطر، توصل له ميه شرب نظيفه يعرف يشربها، ويلاقي ابسط سبل العيش الكريم. شفنا النهارده عدد كبير، مئات القرى في كل محافظات مصر وصل لها التطهير. النهارده كان في اجتماع مهم لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه عشان يتابعوا الموقف الخاص بمبادره حياه كريمه اللي بتنفذ في محافظه قنم. بنتكلم النهارده على 106 مليون جنيه بيتم انفاقهم على 12 قريه في قنا، هيستفيد منها ان شاء الله 168 الف مواطن. معايا على التليفون، معايا على زوم عفوا دكتور خالد عبد الفتاح مستشار وزيره التضامن لمبادره حياه كريمه. دكتور خالد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، وارجوك قول لنا ايه اخر الاخبار في حياه كريمه اولا في مصر بصفه عامه، ثم ناتي الى قنا وهذا التطور واللقاء ما بين دكتور مصطفى مدبولي او المناقشه ما بين دكتور مصطفى مدبولي ومحافظ قنا. مبادره حياه كريمه زي ما حضراتكم عارفين اطلقها فخامه السيد رئيس الجمهوريه في بدايه عام 2019. المبادره هدفها بشكل عام تحسين مستوى معيشه السكان في القرى الاكثر احتياجا، وتقديم المساعدات للاسر الاولى بالرعايه داخل هذه القرى. احنا بنكاد نختتم الاعمال السنه الاولى اللي استهدفت 143 قريه، معدلات الفقر فيها بترتفع عن 70%. المبادره بتستهدف افقر 1000 قريه على مستوى جمهوريه مصر العربيه، موزعين تقريبا على 16 محافظه. اشتغلنا في السنه الاولى على 143 منهم، وبنخطط لاطلاق المرحله الثانيه في 214 قريه موزعين في 12 يعني ممكن محافظة. نقول للناس يا دكتور خالد بتعملوا ايه في القرى المحرومه دي؟ المبادره بتشتغل بتنسيق بين الوزارات والهيئات الحكوميه، بتسعى لتكثيف تدخلات الدوله المصريه وبالتحديد في جهود وزاره التخطيط مع وزاره التنميه المحليه مع وزاره التضامن الاجتماعي، وبينضم بعض الوزارات الهامه ايضا زي وزاره الصحه، زي وزاره التربيه والتعليم، زي الهيئه العامه للتعليم الكبار، زي جهاز تنميه المشروعات، زي وزاره القوى العامله، وزاره الزراعه الى اخره. المبادره بتكثف تدخلات الدوله على مستويين كبار، مستوى متعلق بتطوير البنيه التحتيه داخل القرى من خلال مشروعات الخطه الاستثماريه الموزعه على الوزارات الحكوميه، وتدخلات بتستهدف السكان داخل الاسر الاولى بالرعايه داخل هذه القرى. فبيتم تنفيذ مشروعات في قطاعات عديده جدا، قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، قطاعات الكهرباء والاناره، قطاعات رصف الطرق، قطاعات المؤسسات الخدمات العامه زي الوحدات الصحيه والمدارس ومراكز الشباب وخلافه. تدخلات وزاره التضامن الاجتماعي تستهدف الاسر عبر محورين كبار ايضا، محور متعلق بالسكن الكريم من خلال تاهيل المنازل وتركيب الاسقف وربط المنازل بشبكات الخدمات العامه زي مياه الشرب والصرف الصحي، ثم محور الصحه من خلال تسيير مجموعه كبيره من القوافل الطبيه وما ينتج عن الفحص والكشف الطبي من ضروره اجراء عمليات جراحيه مجانيه وعمليات عيون وتوفير اجهزه تعويضيه وتوزيع نظارات طبيه لضعاف البصر خاصه من صغار السن. مؤخرا اطلقت معالي وزيره التضامن انا كمان قدامي برضه مبادره حياه كريمه بلا اميه، ان هي بتستهدف 143 قريه في 11 محافظه، وده شيء عظيم. يعني كنت لسه اعلق عليها ان ده بتوجيهات من معالي وزيره طب انا اسف التضامن. اطلقنا مبادره حياه كريمه بلا اميه
المبادرة تستهدف تحسين مستوى الحالة التعليمية داخل قرى حياة كريمة. المبادرة بتشتغل على تحسين مؤشرات الأمية داخل هذه القرى، وبتكمل تدخلات أخرى لوزارة التضامن أيضا تستهدف تحسين مؤشرات التعليم، سواء التعليم للحالة التعليمية للطفولة المبكرة من خلال إنشاء وتطوير حضانات موجودة، أو بتكمل شغل يعني بتنفذه وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط من خلال إنشاء مدارس وفصول زيادة وصيانة المنشآت التعليمية. فيما يتعلق بمحافظة قنا، احنا محافظة قنا تقريبا ممثلة معانا. اتفضل. اتفضل يا فندم. لا انا بتكلم، فيما كنت يتعلق بتكلم على انفاق 106 مليون جنيه على 12 قرية في قنا، يعني احنا قرية بنتكلم كل قرية يعني هتاخد لها مش اقل من 7 8 مليون جنيه على الاقل يعني، ده فبالتالي واضح ان متوسط، في ده حجم متوسط انفاق مش الإنفاق قليل فعلا. في كل بالظبط قرية، بالظبط يا فندم، ده متوسط الانفاق. محافظة قنا ممثلة معانا في المرحلة الأولى بعدد 12 قرية. من المهم أيضا إن احنا نشير إلى إن بعض هذه القرى نسب الفقر فيها بتزيد عن 90%، وفيهم قرية هي ثاني أفقر قرية مصرية في قائمة الألف قرية اللي مبادرة حياة كريمة بتستهدفها. المخصصات المالية لل 12 طب قرية دي زي ما المفروض معاليك انها أشار. تتنقل تماما شكل الحياة فيها يعني. بالظبط يا فندم، زي ما معاليك أشارت، المخصصات المالية 106 مليون جنيه، نعم تدخلات وزارة التضامن نعم فقط الموجهة للأسر الأولى بالرعاية بتبلغ 86 مليون جنيه من هذه المخصصات، تستهدف تركيب ما يقارب 1500 سقف، تستهدف أيضا نعم رفع كفاءة 1100 منزل، ثم تسيير عدد كبير من القوافل الطبية بتوصل لحوالي 31 قافلة طبية. حتى الآن تم توقيع الكشف نعم الطبي على نعم ما يقترب من 10,000 مستفيد، تم منهم إجراء كشوف على العيون وفحص الرمد نعم لما يزيد عن 4,000 مستفيد. وما نتج عن هذا الكشف من إجراء يعني حوالي 1,500 عملية عيون و350 عملية جراحية عامة، أيضا توزيع أرقام ما طبعا كبيرة، يقترب من أشكرك عليها يعني. 2,700 نظارة. نعم نعم اتفضل. أرقام طبعا كبيرة دكتور خالد، يعني أكيد دي بتدل على مدى الجهد ومدى التعاون عشان إزاي تتنقل هذه القرى من المعاناة من الفقر، وحضرتك بتقول تاني أفقر قرية في مصر كلها، يعني صاحبة المركز الثاني على مستوى الفقر في مصر من 1000 قرية هي موجودة ضمن القرى المرحلة الأولى في قنا، فربنا يعينكم يا رب إن شاء الله وتتغير شكل الحياة في هذه القرى عشان الناس اللي عايشين فيها بالالاف. يعني المرحله الاولى في قنا بتتكلم بس على 168 الف مواطن المفروض يعيشوا حياه كريمه، وهي دي اللي بتمتد اليهم يد العون في الفتره الحاليه. فانا بشكركم شكرا جزيلا دكتور خالد عبد الفتاح، مستشار وزيره التضامن الاجتماعي لمبادره حياه كريمه.